نحن الآن متواجدين بمعتقل قلتسطل ببويرة الأحداب دائرة حد السحاري ولاية جلفا. هذه الشهادة والإفادة أفادنا بها الضابط جيش التحرير الوطني القاسم زروال، وتكلم خلال هذه الشهادة على تسمية هذا المكان ومهام هذا المكان ودوره منذ أنشئ إلى يومنا هذا. فهذا المكان يسمى بقلتسطل حاليا نسبة لمنبع مياه بالمنطقة، تتجمع مياه على شكل بحيرات صغيرة يقع على الطريق الوطني الأران، على الطريق الوطني تابع لبلدية بويرة الأحداب دائرة حد السحاري ولاية الجلفة، وهو على مشارف الطريق الوطني قريب من مدينة بحبح. تم بناء هذا المركز منذ 1853 من طرف الجنرال روندون، وسمي في ذلك الوقت بمحطة روندون، وأنجز ليكون حامية ومحطة استراحة للقوات الفرنسية في حملة توسعها نحو الجنوب عبر البليدة الأغواط. وظل كذلك إلى غاية صدور قانون الطوارئ في شهر مارس 1955، والذي أعطي صلاحيات لكل من وزير الداخلية وكذلك الحاكم العام، وإصدار قرار إنشاء المعتقلات واعتقال الأشخاص المشتبه فيهم. وكان المعتقل أول في كل من خنشلا في شهر فبراير 55، معتقل قلتسطل في شهر ماي 55، ومعتقل أفلو ومعتقل شلال جنوب المسيلة بعد ذلك. وفي ذلك الوقت وبالتحديد في أواخر 56 كون الرائد عمر إدريس فرقة من المجاهدين بقيادة المجاهد بالحاج، وكلف بإراقة منطقة حدود مع الولاية الرابعة والولاية السادسة بأمر من عمر إدريس رحمه الله. من هذا الجروب هذا اللي دور من عين فقال حد السحاري لبير الأحداب كان يرى وأن كيفوش يخرج من بحبح يجي على سطح الجبل إلى من عز واحد السيد يقولوا من عزوز من يخل من عزوز من من, من مختاري ولا من من عزوز مختاري يروحوا يلحقهم وين يشربوا قهوة ويرجعوا على طريقهم. بس حكي له يقول البلاصة هذه نتاع المنبع نتاع الماء هذا يريحوا يديروا لازم يديروا نص ساعة أربع ساعة، ما الفوج هذا تبقي له وأن الجروب هذا اللي راه يجي من بحبح لازم نقدروا نقضيوا عليه. ما لا راحوا مشاو السي عمر قالوا له راه كاين جروب هو واش كاين هو كيف يمشي هو كيف يمشي يلحق المكان الفلاني يرجع يحبس في المكان الفلاني ويدخل بحبح. قالوا له تقدر تقضيوا عليه بنجاح؟ قال لهم نقضيوا عليه بنجاح هذا بالحاج. قال له ما لا تروحوا أقضي عليهم ولكن بشرط تكون نجاح. قررت المجموعة وضع الضابط عمر إدريس في صورة، واقترحوا عليه مهاجمة هذا المركز، فأبدأ موافقته بشرط أن يكون التخطيط والنجاح لهذه العملية. وشهر في شهر أفريل 1957 كان أعضاء الفرقة وعددهم 16 مجاهد في المكان ينتظرون الفرقة، ما أن وصلتها المنبع حتى انقض عليها في غفلة وآبادهم عن آخرهم، وكان عددهم 14 مجاهدا عسكريا حفون وغنموا أسلحتهم 6 بنادق ماس ترونسيس وأربع مات ورشاش فنتناف كارفنتكات. وأثناء العملية مر المركز القطار الرابط بين البليدة والجلفة، فشاهد الركاب الواقعة، وعند وصولهم إلى حاسي بحبة أخبر القوات الفرنسية بما وقع، فسارعت القوات الفرنسية إلى المكان. رجعوا صبحوا هما جاوا في الليل كلاو هنا عند الجماعة هذا تاع بن الخمقاني من الخليف كانوا حاطين هنا تعشاو عندهم، صبحوا في الجبل صبحوا في مكانهم. لكن هما حسب ما يحكي وقال لك كي اصطلوا على المنبع هذا قال لهم شوفوا كيما نصطلي وكيما يعقبوا العسكر كل واحد يشد في صاحبه، الاول يشد في الاول والثاني في الثاني والثالث حتى الثاني. وفعلا لحقوا شربوا الماء خلاهم يشربوا الماء، واحد حط لهم كحله واحد متكي عطاو لهم المهم عطاو لهم رافالات قضوا عليهم. وبعد ذلك بعد هذا الهجوم اعادت القوات الفرنسيه التمركز في هذا الموقع نهائيا وجعلته موقع ثكنه عسكريه ومركز للتعذيب والاستطاق والاعدام، جهاز تدخل من اجل الرقابه اللي يسمى دوب، واله للاعدام لا زالت متواجده هذه الاله الى يومنا هذا المقتل هذه، ثم مركز الاعتقال والفرز والعبور. واستمر الامر كذلك الى ان تم فتح معتقل بوهار في قصر البخاري وبولغازيل في عين والساره، فاصبح المعتقلون يوجهون الى هذه المعتقلات. باقي المركز قلتسطل سكنة عسكرية بمهام القيام بعمليات عسكرية عبر مناطق الناحية الأولى، المنطقة الثانية الولاية